أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فسأل عن ذلك. قالوا: أي اليهود يوم ظهر فيه موسى على فرعون، وفي غيره يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بصيامه، وقال: نحن أحق بموسى منهم. وقد جاءت قصة موسى عليه السلام كثيرا في آيات القرآن وفي صوره، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة هود وفي سورة طه وفي سورة القصص وغيرها من سور القرآن، حتى قال بعض العلماء: كاد القرآن أن يكون موسى وفرعون، لما حصل له من المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة والدعوة القوية لقومه وصبره على الأذى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه بعض الناس: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ثم بعثنا من بعدهم، أي بعد أن قص الله سبحانه وتعالى بعضا من قصص الأنبياء قبل موسى عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق إلى فرعون حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويتركوا عبادة فرعون، ولكن كعادته استكبر وكان من المجرمين، فاستكبروا وكانوا من المجرمين. ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين. وقال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ وما جاء به موسى عليه السلام من الآيات لا يستطيعه السحرة ولا يستطيعه البطلة، بل هو أمر خارق باهر للعقول والألباب، لا يستطيعه إلا مسبب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى. ولذا قال: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وهذه حجة أهل الشرك في كل زمان، أنهم يعيبون من دعاهم إلى عبادة الله وإلى ترك عبادة ما سواه، بأنه إنما جاءهم ليتركوا عبادة من كان يعبد آباؤهم والملة التي وجدوا عليها آباءهم. وهذا كثير في الآيات، وليس هذا من الحجج، بل هذا من التقليد الأعمى المذموم. يجب على الإنسان أن يتبع الحق، ولا يجب عليه أن يتبع آباءه إن كانوا في الضلالة. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وهذا اتهام لهذا النبي بعدم الإخلاص، وأنه إنما يريد العلو في الأرض، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي هذه الآيات عباد الله تقوية لمن ابتلاه الله بأولئك الحسدة الفجرة الحقدة
الذين يفرقون بين مجتمعات المسلمين، الذين يحقدون على ما أنعم الله به على الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما ممن نصبوا أنفسهم لتفريق المجتمع ولأن يضروا الناس في دينهم ودنياهم. هؤلاء السحرة والدجالين والكذابين الذين يكتبون للناس السحر حتى يعلقه بعض الناس أو حتى يضروا به بعض الناس حتى من أقربائهم، يقال لهم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ولذا جاء في سورة طه قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهذا يسمى بسحر التخيل. فأوجس في نفسه خيفة موسى، ليس خيفة من هذه العصي، وليس خيفة من هذه الحبال، وليس خيفة من هذه الأفاعي التي في شكل، التي هي في الحقيقة خيالات، وإنما خيفة أن يفتتن بنو إسرائيل وأن لا يظهر الحق، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى، فما دام المسلم محافظا على صلواته، وما دام محافظا على أذكاره، وما دامت عقيدتهم في ربه لا يعلق التمائم ولا الصور التي موجودة في البيوت، فإنه لا يضره كيد الساحرين، ولا يضره عمل الحاسدين والحاقدين، ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الله يكلأه ويحفظه. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فلما ظهرت هذه الحجة الواضحة البينة قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تهديد ووعيد، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إلى آخر الآيات. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه بشرى للمؤمنين، وهذا أيضا فيه من الفوائد أنه إذا أصيب المؤمن بشيء من ذلك فإن الله يكفر به سيئاته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن هم ولا كرب ولا شيء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولذلك عباد الله، إذا نزلت بك نازلة فافزع إلى الله والتجئ إلى الله تبارك وتعالى، واقرأ كتاب الله واستشف به، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تمكن رقابنا لهؤلاء المجرمين فيعذبوننا فيزدادوا في باطلهم
ويقول لو كان هؤلاء على حق لما سلطنا عليهم ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وذلك لما اشتد عليهم الأذى واشتد عليهم الحصار وقتل فرعون لبني إسرائيل، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وهذا من فضائل الصلاة، أنها سبب في النجاة من الصعاب ومن الكرب. ولذا قال وبشر المؤمنين أي بنصر الله. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي إذا اشتد عليه أمر، فزع إلى الصلاة. وقال جعلت قرة عيني في الصلاة، فهي عبادة عظيمة يتقرب فيها العبد إلى ربه ويناديه ويرفع حوائجه إلى ربه تبارك وتعالى. وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي أنهم لا يؤمنون أصلا. وجاء في بعض القراءات ليضلوا، أي غيرهم، عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وذلك أن نبي الله موسى عليه السلام خرج في 60,000 من بني إسرائيل، وأمره الله أن يمشي بطريق البحر. فلما وصل البحر وأتبعه فرعون بجنود عظيمة هائلة، ولم يكن هناك من الأسباب الأرضية ومن الأسباب الدنيوية إلا القتال. قال الله تعالى وأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، إلى أن قال الله تعالى فلما ترى الجمعان لما رأى بعضهم بعضا قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. ولم يكن في علم موسى عليه السلام أن الله سيأمره بضرب البحر وأن الله سيشق له طريقا يابسا في عرض هذا البحر. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا فيه من الفوائد أن الإنسان إذا عمل بطاعة الله وتوكل على الله وأخذ بالأسباب فإن الله سينجيه وسيجعل له مخرجا من كل ضيق ومن كل هم ومن كل مصيبة نزلت به إذا اتقى الله تبارك وتعالى. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، أي فانشق البحر، فكان كل فرق كل شق من البحر كالطود أي كالجبل العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وهنا قال الله سبحانه وتعالى فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. قال ابن كثير رحمه الله جاء في بعض التفاسير أن البحر انشق إلى 12 طريقا، ودخل بنو إسرائيل كل سبط من أصباط بني إسرائيل بطريق، ثم جعل الله لهم كالنوافذ في الموت حتى لا يظن فريق أن الفريق الآخر قد غرق حتى خرجوا من البحر. ثم جاء فرعون فلما رأى هذا المشهد العظيم أراد أن يتأخر، ولكن جاء أمر الله. ولما أيقن فرعون أنه هالك تجاسر وشجع من وراءه لأنه يعلم أنه هالك، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
وهكذا كل من كان على باطل وضلال ومصيبة وفضيحة يحب أن تنتشر هذه الفضيحة وهذا الباطل بين الناس، ودخل هو وجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وهذا يبين أن موسى عليه السلام كان يدعوه إلى هذه الكلمة ويحثه عليها وتلطف به، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولم يؤمن إلا عندما غرق، وهذا أيضا لا تنفعه التوبة كما قال الله في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا مات الإنسان كافرا أو بلغت الروح الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها فلا توبة يومئذ ولا يقبل منه الرجوع إلى الحق. وجاء في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر أي من وحله وأدسه في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله تعالى، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه أي في الدنيا لعنة ويوم القيامة أي لعنة أخرى بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب أي غير ضعف ووهن. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذه من العبر من هذه القصة العظيمة أن الإنسان مهما تكبر في هذه الحياة الدنيا فإنه راجع وعائد إلى الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن الفوائد أيضا أن الناس إذا وقع الظلم بينهم ثم لم يتناصحوا ولم يؤخذ بيد الظالم فإن الله تبارك وتعالى يعمهم بالعذاب والعقاب، وأعظم الظلم الإشراك بالله. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تدبير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أي مشركة وكافرة بتوحيد الله وعبادته إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لآية لمن خاف مقام الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها
ما دام في السماوات والأرض عطاء غير مجدود. فيستفيد الإنسان أن يعمل بطاعة الله، وأن يعلم أنه مهما امتلك من الأموال ومن الحشم ومن الخدم ومن الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك أمدا قصيرا، وأن العيش عيش الآخرة، وأن يعمل الإنسان لآخرته. أيضا من أعظم ما يذكر به الناس صيام هذا اليوم العاشر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله. ويسن أن يصوم الإنسان يوما قبله، أي قبل يوم العاشر وهو اليوم التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوم التاسع، وإن لم يستطع صام اليوم الحادي عشر، ويقع هذه السنة غدا يوم السبت، وإن لم يستطع إلا يوم عاشوراء فيجوز له أيضا ذلك. وأيضا مما نذكر به في هذا اليوم، وهذا مما يحث المؤمن أن يحمد الله على نعمة العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح، ما يفعله الشيعة الضلال حيث يقيمون المآتم ويضربون أنفسهم بالحديد وبالسيوف وبالسكاكين، ويخرج الإنسان الدم الحرام الذي ما أمره الله تبارك وتعالى به، زعما منهم أنهم يحزنون على موت الصحابي الجليل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد قتل رضي الله عنه شهيدا نحسبه، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخيه الحسن: هما ريحانتاي من الدنيا. وقال الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين. ولكن لا يشرع مثل هذه المآتم ومثل الضرب والنياحة وغيرها من أمور الجاهلية، بل من الشرك بالله من دعائهم للحسين وادعائهم أنه يحاسب الناس يوم القيامة، وأنه يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأنه يعلم الغيب، وأنه يعطي الذرية، وأنه له الدنيا والآخرة، كما قال ذلك الخميني عليه من الله ما يستحق. قال: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والعياذ بالله، فإن هؤلاء يشمتون أعداء الله بدين الله. وإنما الإسلام أن يصوم الإنسان في هذا اليوم، ويحتسب أن يكفر الله سبحانه وتعالى عنه السيئات في هذا اليوم، وأن يتقبل الله منه، وأن يباعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه بين وجهه وبين النار 70 خريفا، إلى غير ذلك من الفضائل والأدلة الواردة في فضل الصيام وفضل هذا اليوم خصوصا. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وقلب مسرور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أعنهم على ما فيه صلاح العباد والبلاد، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.